أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. أنا على يقين من أنك ستنجح في هذه الوظيفة التي تتولاها طبقا لأحكام الدستور، وما أداؤكم اليمين الدستورية طبق الفصل 89 من الدستور إلا دليل على أننا نعمل بأحكام الدستور. والفصل 38 من هذا الدستور ينص على أن الصحة حق لكل إنسان. لا تذكرون للأسف هذه الحقوق التي وردت في الدستور، نسوها وتجاهلوها، وصار عديد المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية على وجه الخصوص لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للحفاظ على صحة الإنسان. الصحة حق من حقوق الإنسان، وليست بضاعة في أسواق السياسة والمال. والحمد لله تعالى أنه تم في ظرف قياسي، في ظرف وجيز، توفير ملايين اللقاحات، وما زالت إلى حد هذا اليوم وستتواصل إن شاء الله الجسور البرية والجوية والبحرية مستمرة من الأشقاء ومن الأصدقاء. لقد توفرت اللقاحات بالملايين في ظرف قياسي، وتوفرت أيضا كل المعدات الأخرى، ومن بينها خاصة الأكسجين. تركوا العديد من المواطنين في كثير من المؤسسات الاستشفائية بدون الحد الأدنى من الأكسجين. كان هناك عدد غير قليل من المرضى يحتاج إلى هذا الحد الأدنى من الرعاية الصحية. لماذا لا يتذكرون هذه الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان، المتعلقة بحق المواطن في الصحة؟ أشكر بالمناسبة كل أشقائنا الذين في بعض الأحيان، بل في كثيرا من الأحيان، آثروا على أنفسهم وقدموا لنا أكثر مما كنا نتصور. أشكر أيضا أصدقائنا في كل أنحاء العالم على ما قدموه لتونس من مساعدات حين توفرت الإرادة، وهناك رجال ونساء قاموا بعمل تاريخي جبار بعد أشهر من المتاجرة بصحة المواطنين والمواطنات. كما أشكر أيضا التونسيين والتونسيات الذين تداعوا في كل أنحاء العالم لتقديم المساعدات. مرت أشهر طويلة ولا يتحدثون عن هذه الجائحة إلا في وسائل الإعلام، والناس الذين أصيبوا بهذا المرض الفتاك القاتل، هذه الجائحة تتخبط ولا تجد حتى الهواء الذي يتنفس له. نحمد الله تعالى على وجود مضادات حيوية في الطب
وفي القانون. ونحمد الله تعالى على توفر اللقاحات في المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية وفي نص الدستور لمواجهة كل أنواع الفيروسات ومنها خاصة الفيروسات السياسية ومحاولات الإرباك. وأقولها للتاريخ وأقولها لمن يريد أن يربكنا أو يتصور أنه يربكنا، أقول أن هذه المحاولات لا تربكنا أبدا، والمناورات والأراجيف السخيفة التي يطلعون بها كل يوم في وسائل التواصل الاجتماعي لا تزيدنا إلا إصرارا وصمودا وثباتا وعزما على المضي إلى الأمام، ولن نتراجع أبدا إلى الوراء. هناك أدوية وأنتم من الأطباء الذين تفتخر بهم تونس، هناك أدوية انتهت مدة استعمالها، مدة استعمالها لأنها لم تعد تنفع ومكانها في قمامة التاريخ ولا مكان لها في قاموس الثورة وفي قاموس الشعب. وفقكم الله تعالى في هذه المهمة، وستبدأ العمليات التلقيح يوم الأحد، وأدعو كل التونسيين والتونسيات لأن أيام متواصلة، أدعوهم إلى الإقبال على التلقيح والإقبال على التذكير بالتلقيح إن كان هناك تلقيح يقتضي التذكير، وليتذكروا دائما بالتذكير أو بدونه، ليتذكروا دائما أننا على العهد، عازمون على المضي قدما، عازمون على صنع تاريخ جديد لتونس، تاريخ ناصع للشعب التونسي. بالتوفيق إن شاء الله.